عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نعمل لكم روسيت جاتو بالجيلك. هذا الجيلك هذه الجاتو تطلع ناجحه 100%. هذا الكثرية الجيلك يخدموا به في الباتسريات، يعني في بلاصه الخميره يحطوه، ما يجيش جيلك مع خميره زوز من بعضهم ما يجيوش. راه اللي باش يحط خميره ما يحطش الجيلك، ولا باش يحط الجيلك ما يحطش الخميره، سينو تولي سافا با الخبزه، تولي ياسر فيها نقبك الغلاظ، يعني ماهيش شكل مفوجه يعني وخفيفه هكا كلموس ولا حاجه، يولي فيها نقب غلاظ ماهيش باهي. حتى فردوا بالكم في الحاجه هذه، ما تعملوهوش مع بعضهم ولا تسهاو ولا حاجه، ديما ردوا بالكم. باه لنا باش ناخو، عندي 150 غرام سكر. كي تبدا تعمل بالجيلك لازم تحط المقادير الكل مع بعضها، يعني ما تبقاش تركز الاصفر والابيض وحده الا حاجه هيك، كل حاجه وحده تركزها، لا هذا تحطه كل مع بعض وتركز. لنا باش ناخو 150 غرام فرينه، زاده قد السكر قد الفرينه، لان باش نحط اما باش نزيد نشا، يعني نورمالمون هو اني نحط الفرينه اكثر من السكر باش ما تطلعش في ياسر حلوه، خاطر من بعد باش نزيدو نعملو الكريم، الكريم تكون حلوه شويه باش تزيد تحلي الجاتو، سينو تطلع ياسر حلوه وقويه برشا. يعني نولي نحط لهنا، حطيت 20 غرام نشا ببلاصه الفرينه، يعني 150 فرينه وزيد 20 غرام نشا يوليو 170، يعني في بلاصه باش نحط 180 غرام فرينه كاع نولي نحط 170 غرام، 150 منها فرينه و20 نشا، نشا يردها خفيفه برشا. باهلنا نحط زوز شكاير سكر فاني، ونحطو جيلك، جيلك حطيت مغرفة كبيرة. طاو نحطو العظام، نحطو 6 عظمات، على كل 30 غرام فرينة نحطو عظمة، يعني 6 في 3 يطلعوا 180، وانتي وحسب البلاطو نتاعك. مثلا عندي البلاطو نتاعك صغير، الشطر نتاعي تولي تعمل مثلا 3 عظمات، كي يبدا صغير برشا 3 عظمات، اصغر شويه بركه مثلا تعمل 5 عظمات، 5 عظمات عليه 150 غرام فرينه، تنقص منهم شويه وتحط النشا في بلاصه الفرينه. طاو باش نركزو، لان بقيت نركز برشا حكايه درجين، نشوف كيفاش الخليط نتاعي ضعف وازر كيفاش ولا كي العقد، يعني ولا يبس شويه ضعف وبياض، هذا كل مفعول الجيلك اللي حطيناه. طيب باش نحط في البلاطو نتاعي، لان درجت على البابي كليسون باش نصب الخليط فيه ونحط نطيبه على 180 درجه. البلاطو باش نحنو من الجناب بالزبده باش ما يلصقش. Thank you.
باش نعمل كريم جناش. نحط 250 مليلتر حليب، هذه 250 مليلتر حليب، نحط 150 غرام زبدة، نحط 150 غرام زبدة، هذيكي 150 غرام زبدة. طيب باش نحطهم على الغاز، حطيتهم على الغاز نخليه يغلي، وبعد نحط الشوكولا. الشوكولاتة هذه تبع فيها 50 غرام، يعني خمسة فيهم 250 غرام. بعد ما غلي الحليب والزبدة نقصت في الغاز على الاخر وحطيت الشوكولاتة ونبقى نحرك. تو الشوكولاتة قصيتها جويدة شوية وباش تذوب فيسة هكا، ما تبقاش برشا على الغاز، يعني حاولوا تقصها حتى اجت ملي قصيتها يعني. طيب باش نخليها تبرد باش بعد نزين بها. طيب باش نعمل كريم وبيض، نحطو 250 غرام سكر، بالنسبه للسكر سواء تحطوا محور سواء تحطوا السكر العادي، يعني خاطر هو بطبيعته باش نزيدوا عليه الحليب باش يغلي، يعني اذا كان حطيت سكر احرش باش يذوب عادي يعني ما يقلقش. ونحطوا شكاره سكر فاني، 250 غرام سكر عادي وشكاره فاني، ونحطوا 200 مليلتر حليب. هذه 200 مليلتر حليب. طيب باش نحطوها على الغاز، باش نحطوها على الغاز دوبل يغلي نسكر عليه ونخليه يبرد. حطيته على الغاز نخليه دوبل يغلي نسكر عليه ونخليه يبرد، بعد نحط الزبده ونركب. ها نغلي صايي. طيب باش نسكر عليه نبعده على الغاز ونخليه يبرد. بعد ما الحليب والسكر بردوا طيب باش نحط الزبدة، نحط 400 غرام زبدة،
ملو نخدموا الركازة بشوية باش ما يتشنطرش علينا الحليب، خدموا شوية ونسكروا. باش نزيد هالجو، هذه جو موكا هي كافي. كريم وبير متاعي حضرت، كريم وبير وجو موكا. الريسيت اللي عطيتها لكم مستحيل ما تنجحش، يعني اعملها وغمض عينيك من غير ما تخمم لها وما تنجح ليش راح لا حتى شيء. حتى تشوف الزبده من الاول مثلا كل مفترشه ماهيش عاديه ولا حاجه، راهو عادي على الاخر. هذيك راهي من بعد كي تركزها بالباهي تولي لك مريقله شاده روحها كيما هيك كيما ترى هيك كي تشوف. ها ما تهبطش، شاده روحها. هذه كريم وبير ريسيت ناجحة 100%. طب باش نقص خبز الجاتو على ثلاثة. لأن جمرت الخبزة يعني كيف باش نرجعها، رجع على حسب القمرة هذه كيف كيف، يعني باش تطلع ليش شطر أعلى من شطر. باش نسقي الجاتو بالسيروم، السيروم حطيت فيه نسكافيه وسكر وسكر فاني. تنجم تعمل جيست سكر وسكر فاني وما وكهو، ما يعني حطيت الجو نسكافيه يعني. باش نعملوا الكريم ونزينوا الجاتو يلزمنا واحده كيما هذه هيك سباتيل، هذه باش نستويو بها الكريم. براتيك برشا هذه، وبلاتو هذا هكا يدور يسهل لك برشا انك تزينها. كي نحطوا الطبقه الاخيره طاو نحطوا عليها حاجه مستويه كيما هكا، حاجه مستويه قد قد باش نكبسها، يعني تحط حاجه فوقها مستويه مثلا بلاتو كيما هذا يكون مستوي من اللوطه مثلا يكون نظيفه، تحطوا فوقها وترزن بحاجه بايد مهراس بمهراس باي حاجه ترزنها باش تولي مستويه، هذا كل يهبط يولي قد قد هو والجاتو.
طيب جاتو مش نحط هذا فوقها. اي خليتها ارتاحت هكا بالباهي فوق المهريس مرزن باش تولي مستوية. تو باش نكمل نسقي الفرشة هذه الفوقانية ونحط لها الكريم تاعها. هذه الفرشة الفوقانية بالكل يلزمها تتسقي بالباهي بالباهي بالسيروم على خاطر شايحة برشا هي. الكريم مانيش باش نحط لها برشا على خاطر باش نحط لها الشوكولا من الفوق. طيب نحطها في بالثلج شوية خليها تبرد شوية باش نحط لها الشوكولا من الفوق يعني ما تذوبش. تقعد شادة روح الشوكولا خاطر باش نحطه سخون شوية مش سخون برشا جيت دافي. هي الجاتو بردت باش نحولها في الجاتو باش نزينها. لان خذيت الشوكولا حطيتها في هذا توش نبدا هيك نعمل واحده هيك هيك. الشوكولاتة هذه اللي غدوتها من بكري باش نخليها تبرد وبعد نزينها. باش نزينها من الفوق هيك بشويه شوكولاتات هيك انواع هذا